باكيت باستا مسلوق اي نوع بدكم اياه، صدور الدجاج مشويه ومقطعه، بندوره كرزيه، ثوم، اوراق جرجير، وبدنا اوراق من الريحان، وكمان زيت الزيتون وجبنه البيرميزان، ملح وفلفل، بتكفي لخمس اشخاص، يقال انها بتكفي لخمس اشخاص. تمام. فهون راح استخدم خلاط سونا اليدوي، فهي عندي هون من اجمل الروائح، روائح الريحان. يا سلام. أيوه. طبعا اوراق من الريحان، اوراق من الجرجير، مغسول طبعا كله مصفى 100%. نضيف زيت الزيتون. الريحه صح، ريحه الريحان دغري بتطلع. ونبدا في الخلط واضافه ما تبقى. عندي هون الثوم. السلطه هاي من السلطات انا اللي دائما بحبها، يعني اي نوع باستا في ريحان انا صديق معه. خلينا نحط الفيش. الحلو بالخلاط هذا انه انا بقدر اني استخدم فيه، يعني بدي اخلط شوربه جوا طنجره، بدي اعمل اي شيء بدي اياه، ما عندي مشكله فيه. طيب بدنا نضيف كمان من اوراق الجرجير، ورايحين نضيف ما تبقى من اللي هو انا عندي هون جوز، ممكن نستخدم السنوبر اذا حبيتوا استخدموا بدكم اياه، شويه من جبنه الميربيزان، وراح اخليه شوي لما تبقى، كمان فلفل اسود شويه صغير حسب الرغبه، والان بنكمل خلط هالطبق. الآن بدنا نضيف الباستا المسلوقة، واستخدموا أي نوع باستا بتشوفوه مناسب. نخلط. هاي من السلطات اللي صراحة في رمضان طيبة. شوفوا فيكم تسووا بيستو من الكزبرة أو بيستو من البقدونس، من الجرجير، سبانخ، اللي بدكم إياه. عندي هون شوي صدر دجاج مشوي. يا سلام، هاي وجبه كامله شيف. وجبه هاي طبعا وجبه طبعا. هاي كمان للسحور، فكره للسحور، هاي بتاخذ العقل والله، فكره السحور زاكيه. فلفل اسود، وراح نضيف لها كمان من البندوره الكرزيه. اوه هاي صارت وجبه عن جد. طبعا هذه يستحسن انها تتبل، يعني تبلوها وتركوها ساعه ساعه ونص أسكى قبل ما انه نبلش ناكل فيها. رايحه تعطيكم طعم مميز جدا جدا جدا.